كنت أصغر وأشهر صحفية في مكاني في الوقت ده، وكنت لسه واخدة جايزة كبيرة خلتني أتنقل من المجلة الأسبوعية اللي كنت بشتغل فيها للجريدة اليومية. وكنت وقتها زي كل بنات جيلي، جيل التسعينات، البنت مننا أهم حاجة في شياكتها قصة الأسد، ده بالإضافة لأوبلتاتها، كل ما كانت أكبر كل ما كانت أشيك. هوريكوا صورة تانية قديمة برضو، بصوا مين ده. أنا ده جدوكو علي. شكله عامل كده ليه؟ شكله بيضحك. بس لعلمكو جدوكو علي بيضحك دلوقتي، بس ساعتها كان أشيك واد في روكسي، قصدي كان أشيك واحد في التسعينات. وكانوا زمايلي في الجريدة بيحبوني جدا جدا، وأنا كمان كنت بحبهم كلهم ما عدا شخص واحد بس. علي زميلي الصحفي الشاب اللي كنت شايفة أنه مغرور وشايف نفسه حبتين، نظراً لوسامته وشياكته المبهرة. على عكس كتير من بنات جيلي اللي كان كل حلمهم يوقعوا عريس ويتجوزوا، كنت أنا مركزة في شغلي وبس، بلا جواز بلا هم. عشان كده عمري ما لجأت للحياة البلدي القديمة عشان ألفت انتباه علي، بالعكس كنت بتجاهله تماماً. لكن بالرغم من كده كانت أول ما تقع عيني في عينيه كنت بحس بأحاسيس غريبة، بتوتر وأحس بقلبي بيدق بسرعة وقشعريرة في سلسلة ظهري من فوق، ومعدتي كانت بتقلب وأحس إن أنا عايزة أرجع أحاسيس الحب من أول نظرة. وكان علي برضو بيبادلني نفس الأحاسيس، أول ما كان بيشوفني بيحس إنه عايز يرجع. إنجي انتي كنت الشمعة اللي بتتحرق علشاننا، أوعدك إن أيامك اللي معدودة دي هبقى أنا الشمعة اللي بتتحرق علشانك حبيبتي. هتتحرق عشاننا يا علي؟ أتحرق أولع أي حاجة عشان تكوني مبسوطة. بس أنا مش عايزة أبقى شمعة واتلسوع ولا أتحرق يعني يا علي، أنا مش عايزة كده، أنا عايزة أعيش يا علي، عايزة أعيش. بس يا حبيبتي ما تعمليش في نفسك كده، أنا هعمل أي حاجة علشان تبسطك. أي حاجة يا علي؟ أي حاجة. طب حس كده بقى، شيلني حواش، قصدي يعني شيلني يا علي، تعبانة شيلني. حاضر حبيبتي، حاضر. لا ايه يا علي ده؟ ايه يا حبيبي انت بتشيل شوية البطاطس؟ لا بقولك يا حواش، يعني رومانشيكي، شيلني رومانشيكي يا علي. حاضر. شيلي يا علي. سريح حبيبتي، سريح. بس حاسبريك. لا ايه، تستنى يا علي، الملايه مش نظيفه خالص. دي الملايه نظيفه زي الفل يا حبيبتي. لا يا علي مش نظيفه، وبعدين انا مش مرتاحه لها نفسيا، وبعدين انا عيانه، واقل حاجه تاثر في نفسيتي وكل حاجه لازم تبقى فله يا علي. علي غير الملايه. مع ان الملايه انضف من القميص اللي انا لابسه، بس حاضر حبيبتي هغير الملايه. ايه رايك في دي؟ ايه ده يا علي، هو اي ملايه كده وخلاص؟ لا يا علي، نفسيتي تتاثر. انا نفسيتي محتاجه البينك او الليلا، اي واحده فيهم. بينك او ليلا؟ اه. طب ما هدي ملايه حلوه حبيبتي وزي الفل اهي. لا يا علي، حالي بعدين اي حاجه تاثر على نفسيتي، علي يرضيك كده؟ انا نفسيتي عايزه البينك. لا ما يرضنيش خالص، نجيب البينك. الملاية الحلوة دي لمين؟ ليه أنا؟ حلوة أوي، حلو. بس علي معلش، قبل ما تغير الملاية ممكن تجيب لي تفاح؟ أنا بتوحم على تفاح أخضر. بتتوحمي؟ أنت حامل كمان؟ لا حامل إيه يا علي؟ لا أنا نفسي في تفاح يا علي، مش أنت قلت لي أي حاجة نفسي فيها هتجيبها لي؟ أنا عايزة تفاح أخضر.
وده اجيبه منين بس الساعه دي يا ربي؟ اتصرف بقى يا علي، انا عيانه يا علي. هتصرف، هجيب تفاح اخضر. بتعملي ايه؟ مش عارفه يا علي، المرض ده بيخليني اعمل حاجات غريبه قوي، انط كده ومش عارفه. طب بالنسبه للتفاح ما ينفعش عصير؟ لا يا علي لا، انا عايزه اقرشه. اقرشه؟ هتقرشي؟ هقرش تفاح. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا ابني اللذينة، طلعت عينا، نشفت دمنا. كل سنة وانت طيب. ايه ده؟ سايبين النور كله منور، قلت 100 مرة الفاتورة جاية. ايه ده؟ الكراسي راحت فين؟ اتسرقنا ولا ايه؟ ولا اتسرقنا باين ولا ايه؟ ألف مبروك يا إنجي. الله يبارك فيك يا طنط. بس بمناسبة إيه السربرايز اللي كانت هتجيب لي هارت أتاك دي؟ لا حبيبتي بعد الشر عليكي، المناسبة عشان معرفش. مبروك يا إنجي. ميرسي يا أنكل. مبروك يا أنوش. الله يبارك فيك يا منال. أنت بقى اللي هتقولي لي بمناسبة إيه؟ ريلي أي دونت نو، بس هم قالوا لي يعني إن هم عاملين لك سربرايز، فجيت أتسربس معاهم. وأنت أي سربرايز بتيجي تتسربسي كده؟ مبروك يا أنجي. الله يبارك فيك يا أنكل سمير. بس هو الحقيقة أنا مش عارفة بمناسبة إيه، يعني النهاردة مش عيد جوازي ولا عيد ميلادي ولا عيد ميلاد الولاد ولا اجازه رسميه، فانا مش فاهمه. عرفتي، يبقى اكيد علشان مناسبه عيد جوازي. ما انا مجنونه. اظن ان الاوان عشان تعرف الحقيقه. احنا زيك مش فاهمين اي حاجه، بس هو بصراحه علي قال لنا انه عامل لك سربريز، اذا لازم علي يحضر حالا عشان يقول ايه السربريز. علي يا جماعة، احنا النهاردة بنحتفل بيوم تاريخي. انجي يا حبيبتي، انت من ساعة ما دخلتي من الباب ده وانت دخلتي التاريخ. الباب ده باب شقتنا؟ دخلت التاريخ؟ ازاي يا علي؟ مش فاهمة، ما ده باب بيتنا، بعدي منه كل يوم، بيحصلش حاجة. اشمعنى النهاردة يعني؟ انجي يا حبيبتي، انت من اللحظة دي بقيتي شخصية عظيمة زي نجيب محفوظ ويوسف إدريس والكابتن مجدي عبد الغني. يا علي اخلص يا علي، اخلص كده. اوفر كتير يا علي. النهارده يا حبيبتي احنا بنحتفل بكتابك، اول طبعه من يوميات زوجه مفروزة. انجي اقفلي بقك، الدبان معاك. انا مش مصدقه. ايه مش مصدقه ان نزل لي الكتاب؟ لا انا مش مصدقه ان علي يعمل كده. ميرسي احلى علي في الدنيا. متشكره قوي يا جماعه، متشكره ليكم كلكم. مبروك يا مامي. الله يبارك فيك. مامي بقت مؤلفه. يس. انا عيني نسخه يا مامي، وانا عايز ثلاث نسخ. حاضر. من عين علي. سمرتي؟ نعم. سمرتي امتى هتكتب كتاب وتكتب فيه عن الايام السعيده اللي قضيناها مع بعض؟ يا روحي في 24 ساعه الكتاب هيتكتب، بس في مشكله صغيره ان كل الصفحات فيه هتبقى بيضاء. عليك عليك يا سمر. ايه يا علي، مش هتديني نسخه من الكتاب وعليه اهداء وعليه حته جاتوه؟ حته جاتوه ونسخه ايه؟ انت فاكر نفسك في الشيراتون؟ البوك ده فيه بيكتشرز. البوك فيه بيكتشرز. لا
هو في يو بيكتشرز اونلي. كونجراتيليشنز. ما شاء الله. والله انا اشعرت بصراحه. طب مش هتعمل لي اي مفاجاه زي جي؟ هعمل لك يا اختي وهطلقك ان شاء الله. لا خلاص خلينا كده حلو. مبروك يا انجي. مبروك يا انجي. الحمد لله. الحمد لله يا جماعه. اخيرا اخيرا خلصت منك ومن بكائياتك وانهياراتك. الحمد لله يا رب. لا على قلبك يا كوكو مش هعتقك. هعزل يا حبيبتي. حاجي وربي. على الرغم ان انا فرحان قوي بس زعلان قوي ان هتوحشني مشاكلكم اللي تجنن. عامله ايه؟ انتوا عارفين الليله دي بتفكرني بايه؟ ايه؟ بتفكرني ب بليله العيد. اهلا اهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد. هي 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 هي. طب يلا يا جماعه يلا عشان نحتفل بانجي وناكل التورته. يلا 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 حاجه التورته. وتوته توته فرغت الحدوته. يا خبر ابيض ده كيمي نامت كده يا دودو. حواديت الكتاب ده خلصت يا حبيبي. حواديت الكتاب دي خلصت يا انا؟ حواديت الكتاب دي خلصت يا دودو، انما لسه في حواديت تانية كتير. جدك علي طبع لي اول نسخة من يوميات زوجة مفلوسة قوي، ودي كانت الحاجة الوحيدة العدلة اللي عملها جدكو علي. انما حواديت انا كتيرة قوي قوي قوي، واللي فارس أنا ما بيخلصش.